عن صوتي يا هلال عبد العزيز، اسمع صوتي، اسلم اسرتي، الاسره هذه ايش ذنبها؟ ايش ذنبها يا عبد العزيز؟ صار لي سنتين وانا ناشفكم، لسه في كمان مقاطع ما جتني كهرباء، في مقاطع انزلها كمان عن المسؤولين اللي في ضبط المحافظه والكهرباء والبلديه كلها فساد في فساد. يا ناس ارحمونا، ارحمونا يا هلال عبد العزيز، ايش ذنب الاسره هذه؟ احد يصدق اني ساكن في السعوديه؟ ما ناس يصدق، قاعد في الظلمه وفي الظلم وفي الظلم، الظلم هلكنا هلكنا الظلم. سنتين صار لي ساكن في البيت، سنتين. يا ناس ارحمونا، ارحمونا يا هلال عبد العزيز، ارحمونا يا ناس، حرام عليكم، ليش مخلين المسؤولين هذول يتلاعبوا فينا لما جابوا لنا القهر؟ يا هلال عبد العزيز، لو في طرف عين انتبهوا لنا، بس لو طرف